دكتور غازي المدني المحلل السياسي السعودي، اهلا بك دكتور غازي. اهلا بك يا استاذ محمد. اهلا بك. كيف تابعت خطاب الرئيس السيسي خاصه فيما يخص العلاقات المصريه العربيه؟ الحقيقه انا يعني اعتبره بيان او ملحمي تاريخي في عهد العلاقات العربيه المصريه، والحقيقه قرات انا بخطوط عريضه البيان الذي ألقاه فخامة الرئيس في مجلس النواب بمناسبة اليمين الدستوري، وصفق له الجميع، والحقيقة هو يستحق هذا التصفيق. والبيان وضح بشكل كبير السياسة الاستراتيجية التي سوف تتخذها مصر في هذا العصر الذهبي. أما العلاقات العربية المصرية فهي بخير، الحمد لله تطمئن بخير، وخاصة العلاقات السعودية المصرية الحقيقة شاهدت تطور ملموس في سيرتها الاستثنائية والحقيقة والنوعية. والسؤال الآن كيف تكون استثنائية، لأنه الحقيقة الرئيس وضح بشكل يعني مسهب كيف أن العلاقات يعني قائمة بين السعودية وبين مصر تشاورية، أي أن بين مصر والسعودية قناة مفتوحة لتحسين العلاقات بين مصر والسعودية والعربية بصفة عامة. ونحن لا ننسى قول الرئيس سابقا حينما قال أمن الخليج من أمن مصر. نعم، هو دائما يردد هذه المقولة دكتور غازي. نعم نعم، ملحمة تاريخية الحقيقة البيان هذا، سواء في ملفات التعليم، ملفات الصحة، يعني وضح بصورة شفافية كل ما يريد أن يعده. أنا متوقع إن شاء الله، متفائل كبير أن مصر سوف تنهض نهضة كبيرة جدا، سواء في مجال الاقتصاد أو التعليم أو الصحة. والحقيقة ما العلاقات بين مصر والسعودية أزلية يعني منذ توحيد المملكة العربية السعودية، ولكن في هذا العهد تطورت بشكل يعني سريع، أصبح في نوع من يعني العلاقات التشاورية، وأيضا في كل الملفات إلا الحقيقة يعني ومن أهمها ملف فلسطين. يعني حقيقة مصر قامت بدور عظيم في رأب الصدع بين الفصائل، ونجحت إلى حد كبير أن تقارب وجهات النظر بين حماس وبين المنظمة. وأعتقد أنه دور مصر عظيم في كل حل قضايا الأمة العربية. مصر الحقيقة الآن والسعودية يعني قطبان دورهم عظيم في دراسة وربما دكتور الاستراتيجية. نعم دكتور غازي، الفترة السابقة شهدت حالة قوية جدا من العلاقات المصرية السعودية، ومع ذلك الرئيس اليوم يتحدث عن تطوير هذه العلاقات بشكل أقوى وأفضل في الفترات المقبلة. إلى أي مدى يمكن أن تذهب العلاقات المصرية السعودية في السنوات الأربع المقبلة برأيك؟ والله أتصور إنها حتوصل إلى أعلى قمة في العلاقات، وأتصور أيضا أن استراتيجية قائمة بين مصر والسعودية الحقيقة فيما يتعلق في كل القضايا تدل دلالة واضحة أن القرار يتخذ من مصر والسعودية، وأن الحقيقة مصر زي ما أشرنا سابقا إنها كان لها دور عظيم في الحقيقة في رأب الصدع، وأيضا قضية الفلسطينية يعني هي محور هام من قضايا العربية. وطبعا يعني تصورت إنه في تحسن كبير في العلاقات يعني السعودية المصرية إلى أعلى درجة، يعني سقفها قوي جدا، وإنه إن شاء الله الاتفاقيات التي وقعت بين السعودية وبين مصر بدأت تؤتي ثمارها، يعني بدأ في حالة الاستثمار وفي حالة الاقتصاد وفي حالة التعليم والصحة،
وفي زيارات متبادلة بين البلدين. كذلك القوة الناعمة لم تخلو من الاتفاقيات الأوبرا، ومصر الحقيقة أوفدت وزيرة الثقافة إلى السعودية لوضع خطة تطورية لموضوع الأوبرا وموضوع الثقافي المتبادل بين البلدين. كيف تستفيد المملكة العربية السعودية من خبرة مصر الكبيرة في مجال الثقافة والفنون، خاصة عندما نتحدث عن قرارات من الملك سلمان بالأمس، هناك تحديث يحدث في المملكة العربية السعودية؟ والله أنا أتصور أنه يعني العلاقات كما أشرت سابقا إنها يعني ليست وليدة اليوم، نعم، ولكنها علاقات تاريخية، علاقات تاريخية ملفاتها. أتصور إنه يعني الحقيقة إننا وصلنا إلى درجة كبيرة من التعاون. يعني نلاحظ فيما يتعلق بملف الإرهاب، نعم، يعني وتجفيف منابع نجحت في تجربتها في سيناء واستطاعت فعلا أن تقضي على يمكن 3/4 أو 80% على الإرهابيين وبضربات استباقية، وهذا يدل على أن هناك في يعني كما أشار الرئيس أنه حدد موعد معين للانتهاء من الإرهاب والانتهاء من الإرهابيين. وأنا أتصور أنه إن شاء الله مصر، وأنا أتصور وأدعو يعني هنا لي من خلال منبركم أنه مصر يعني مستقرة أمنيا واقتصاديا، وأدعو السواح أن يأتوا إلى مصر. كل ما يشاع من إشاعات من الإعلام المضاد كلها للأسف تتحدث للأسف دكتور رغازي عن السياح بصفة دار 25 عاما في مصر، لم أرى أي نوع في الشارع ما يعني إرهاب أو كلها من خلال يعني حدود مصر. لكن هنا الحقيقة أدعو كل مستثمر وأدعو كل سائح أن يأتي إلى مصر وهو مطمئن، يعني لا يلتفت إلى الإشاعات والإعلام المضاد والمؤامرات التي تحاك لمصر وللسعودية، هذه كلها افتراءات وافتاءات للأسف الشديد. فارتفع الوعي الآن في ثقافة الدول بحيث أنها يعني تتبادل موضوع السياحة، نعم، بين. وأنا أعتقد اليوم السعودية خرجت يعني منها وزارتين للثقافة والإعلام، نعم، والثقافة في حد ذاتها هذه مهمة جدا. ونحن نتحدث عن البناء الأمن القومي المصري وطبعا الأمن القومي العربي. هناك ربما عام وأيام مضى على المقاطعة من الرباعي العربي لدولة قطر، كيف تقيم هذا العام، وإلى أي مدى استطاعت دول الرباعي العربي الحد من خطورة الإرهاب القطري في المنطقة؟ الحقيقة كان يعني في مطلب للدول الرباعية لقطر حتى تعود إلى البيت الخليجي، ولكن للأسف الشديد نجي إنه القطريون يعني يراوغون، وفي كل مناسبة تجدهم يعني للأسف الشديد دعمهم للإرهاب في كل قطعة من قطاع العالم لهم وجود إرهابي. يعني بالأمس خرج حفتر وفي يده وثائق وبيانات تدل على أن القطريين لهم دور كبير في إثارة الفتن والإرهاب في ليبيا. فالقطريين لا يمكن أن تهدأ لهم بال إذا لم يعني أطالب. الحقيقة أنا كنت أشرنا في مقابلة سابقة إلى أن خروج معارضة قطرية الأول مرة في الخارج، وهذه بادرة جيدة، والمعارضة تطلب بتغيير نظام الحكم وإجراء انتخابات في قطر، لأنه ما دام هذا الحكم موجود الإرهاب موجود، ولا يمكن أن يكافح إلا بتجفيف منابعه
في يعني نلاحظ حتى القطريون بدعم إسرائيل، وخرج حمد بن جاسم يعلن أنه علاقاته مع إسرائيل علاقات حميمة، وأنه فعلا بيدعم مادية، يعني تقريبا في حوالي 20 مليون دولار دعم بها المستوطنات في إسرائيل. نعم. تصور. وأيضا في عندما يعني استضافوا كرة القدم الإسرائيلية إلى قطر تبرع لهم ب20 مليون دولار. هذه يعني العملية دي حتى خزينة قطر بدأت للإفلاس بالأرقام طبقا لكل المؤشرات الاقتصادية الدولية، الاقتصاد القطري تدهور. نعم. كثيرا نتيجة المقاطعة الرباعية العربية. وبالفعل تأثرت كثير، هم كابروا ولكن فيها تأثير كبير جدا، واعترفوا بهذا. لكن للأسف إنه في طبعا إيران تدور حول هذا الموضوع. سنتحدث عن إيران دكتور غازي، لكن الوضع القطري وصفته بالمكابرة، برأيك إلى متى سيستطيعون الاستمرار في هذه المكابرة؟ والله أنا أعتقد أنه يعني بدأوا يحتضروا، يعني بدأوا فعلا التأثير الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بدأ يعني للأسف، أنا ما أقول للأسف لأنه القطريين يعني لا يمكن أن يهدأ بال القطريين، إحنا ما نختلف مع الشعب القطري. نعم. الشعب القطري شعب وديع ومسالم، وكلنا نكن له كل الاحترام، إن إحنا مع تنظيم الحميدين وتميم، يعني للأسف يعني تميم بيحتضن الإرهابيين عنده، وبالأمس خرج عزام وبدأ ينتقد إلى حد ما السياسة القطرية بأنه التميم بيخطأ في اللغة ويخطأ في خطابه السياسي، وهذا مما جعل القطريين يعيدوا النظر فيه وبيهددوه بطرده من كذلك اللي بيلعب دور القرضاوي، الشيخ القرضاوي ده للأسف الشديد خطير جدا، يعني عنده صلاحيات إنه يتصل بالديوان الأميري ويديهم التعليمات من عنده كيف يخططوا وكيف يعملوا وكيف يسووا، وزي ما يقول المثل خاين بلده، هذا إنسان للأسف يعتبر يعني خارج حدود الوطنية. نعم. والمواطنة. تحدثت دكتور غازي عن إيران والدور الإيراني في المنطقة، وهذا طبعا كله يأتي في إطار البناء الأمن القومي العربي الذي تحدث عنه الرئيس السيسي اليوم. إشكالية إيران إن يعني للأسف الشديد إن لها طموح، هذا الطموح ولها استراتيجيات معينة بأنها تستولي على الآن وجودها في 4 دول، وجودها في اليمن، وجودها في سوريا، وجودها أيضا في البحرين والعراق، وجودها أيضا العراق. نعم. والعراق زي ما شفت القاسم ده سليماني ده وللأسف فشل الحقيقة في مخططاته، وأصبحت العراقيين بدأوا الشعب العراقي يخرج بمظاهرات يطلب طرد القاسم السليماني والإيرانيين ويقولوا العراق لأهل العراق. وهذه يعني لأول مرة تحدث في تاريخ العراقيين. نعم. ثانيا إرسال الصواريخ البالستية إلى الحوثيين في اليمن، يعني أنا أعتقد أنه لو أمريكا أرادت أن يعني تخلص من الإيرانيين ومن إرهابهم تستطيع، ولكنها هي ورقة تتاجر فيها للإيراني، يعني توجهها خوفا للخليج. وللأسف الشديد حتى الآن يعني ربما يكون ترامب يعني تحرك قليلا، ولكنه يعني ليس بالدرجة اللي يستطيع فيها أن نستطيع فيها أن نستخلص إنه هو يعني برغم إنه. نعم. يصرح مع القطريين، لكن. نعم. له مصلحة، وهذه المصلحة البروغماتية عند الأمريكان. رأيك أهمية العودة المصرية لمكانتها الطبيعية في المنطقة العربية؟
قبل أجاوبك على هذا السؤال، الحقيقة سهي علي في يعني أن أذكر نقطة مهمة في قضية التنمية. تفضل. عندما أشار في بيانه فخامة الرئيس الإنسان، بناء الإنسان. وهذا الحقيقة مهم جدا، لأن الإنسان هو العنصر الأساسي في استراتيجية التنمية المستدامة. إذا بنينا الإنسان بنينا الدولة وبنينا كل شيء في هذه الصورة. يعني بريطانيا قامت أول ما قامت في سياساتها هو بناء الإنسان الصناعي. يعني لابد أن يكون هنا الإنسان له دور مهم في خدمة وطنه وفي خدمة الوطنية. فهذا إشارة كويسة. كمان أشار إلى المرأة، وهذا شيء عظيم جدا أن المرأة أصبح لها دور في التنمية، وهذا شيء يعني يسر. أما قضية الإجابة على السؤال، مصر يعني لا يهمها التحديات دي، يعني هذه عبارة عن فقاقيع تطلق، لأن مصر واثقة من دولتها واثقة من شعبها واثقة من جيشها. فهي الحقيقة لا تهاب، أو لا يعني ما حد يحاول بقدر الإمكان أن يتحدى مصر أو يقف بجانبها، لأن مصر كما قال شاعر النيل إن إذا مرضت مصر مرض العالم كله العربي بشكل عام. ولذلك العرب كلهم يحرصوا أن تكون مصر في صحة وعافية اقتصادية واجتماعية وثقافية، لأن هذا يخدم مصالحهم. مصر دولة عظمى وهذا لا نستنكره، ومصر أعادت كل ما سحب من بساط من تحت عادته مرة أخرى، وأصبحت دولة لها مهابتها. يعني للأسف الشديد في الماضي، أنا لا أريد أذكر عهدا معين، طبعا كل رئيس كان له مزايا وله أخطاء، ولكن أنا أقول إنه في كانت مصر يعني في عهد من العهود الرؤساء السابقين إنها هي يعني تنازلت عن كثير من دورها العظيم في قضية التأثير على كل القضايا وفق وفق استراتيجياتها المبينة. فمصر يعني لا نخاف عليها. مصر تكون بإذن الله. بإذن الله. شكرا جزيلا دكتور غازي المدني المحلل السياسي السعودي، كنت معي مباشرة على الهواء من القاهرة.